بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم ابنائي طلاب الصف الثاني ابتدائية تبوك النموذجية العلمية. احييكم وارحب بكم ونستكمل معا اجراء مقابلة شفهية، تواصل شفهي. كيف يمكن ان ندير مقابلة شفهية؟ النص الحواري اللي احنا درسناه بنحاول ان احنا نتعلم كيف نجري مقابلة شفهية او حوار بين شخصين. أجري مقابلة مع أي شخص، ربما يكون مسؤولاً صديقاً مديراً، على حسب الشخص الذي تقوم بإجراء المقابلة الشفهية معه. تعالوا بنا نقرأ هذه المقابلة الشفهية. أجرى أحمد ممثل فريق الصحافة مقابلة صحفية مع مسؤول النادي التقني في المدرسة. أكمل المقابلة بالتعاون مع من بجواري ثم نمثلها أمام صفنا. أحمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤول النادي التقني: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ممثل فريق الصحافة في المدرسة. أهلا وسهلا بك يا أخي. أتأذن لي أن أجري معك مقابلة حول التقنية في المدرسة؟ بكل سرور، لقد انتظرت هذا من فريق الصحافة المساعد على تحقيق أهدافنا جميعا. ممكن الآن تتخيل أي سؤال أنت تسأله وتجاوب عليه. مثلا: متى دخلت التقنية للمدرسة؟ دخلت التقنية مع بداية العمل بالمدرسة. ما المنتجات التقنية بالمدرسة؟ لدينا أكبر معرض تقني بالمنطقة وعدد كبير من المبرمجين. في النهاية ينهي أحمد المقابلة يقول: لقد أمتعتنا بهذه الإجابات، أشكر لك تكرمك بالإجابة بصراحة وروح طيبة. هذه هي الطريقة التي يمكننا أن نجري بهذا الحوار مع الاستعانة بالعناصر التالية. متى يعني تسأل عن دخول التقنية للمدرسة؟ متى؟ إيش الأجهزة الموجودة؟ طب مين خبراء التقنية في المدرسة؟ إيش الجهود اللي بتقدمها الدولة للتقنية؟ كيف نحل المشكلات التقنية؟ إيش المشكلات اللي بيواجهها الطلاب؟ إيش النصائح اللي بيقدمها المسؤولون عن التقنية؟ من هذه الإرشادات تقدر تضع مجموعة من الأسئلة. بهذا القدر أبنائي طلاب الصف السادس نكون قد وصلنا إلى حصتنا، لا نلقاكم في حصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.